يا جماعة من المكان الجميل ده هقول لكم على 5 عادات نان نيجوشيبل لازم تبدأوا تعملوها من دلوقتي سواء عمرك 20 30 40 50 60 70 80 90 100، لازم تبدأي تعملي ال5 حاجات اللي انا هقول لك عليها النهاردة. اول حاجة لازم تتعلمي لغة جديدة غير لغتك الام. لو انت بتتكلمي عربي محتاجة تتعلمي لغة انجليزية، الانجليزية دي لغة اساسية. اللي متابعني من فترة عارف ان انا متجوزة واحد اجنبي، لغاية دلوقتي اللغة بتاعتي مش احسن حاجة but it's very good. الانجليزي بتاعي انا اتعلمته في مدارس حكومية فما كانش عندي الاكسنت الصح، ما خدت يعني اتعلمت vocabulary كويس جدا، grammar كويس جدا، بس الاكسنت بتاعتي ما كانتش صح، في كلام لغايه دلوقتي لسه بقوله غلط. ففي اول ما اتجوزت انا وجوزي ما كانش بيصحح لي، يعني بيقول لي لا عشان ما ضايقكيش، فاقول له لا، لو في حاجه انا قلتها غلط صحح لي عشان انا عايزه اطور اللغه عندي واتكلم سواء باكسنت بريتش اور بريتش او باكسنت امريكان. فلغايه دلوقتي انا بشتغل على اللغه الانجليزيه بتاعتي بلس ان بتعلم لغه جديده اللي هي الاسباني، لان عشان الناس اللي ورانا. فلازم تتعلمي لغه جديده غير لغتك الام. يعني لو بتتكلمي عربي خلاص قلنا نتعلم الانجليزي، دي حاجه اساسيه مفروغ منها. يا سلام بقى يا حبذا لو انت بتتكلمي انجليزي كويس تتعلمي لغه كمان عليها سواء اسباني او فرنساوي او حتى، يعني اعتقد ان دول اهم لغتين لان الكثافه السكانيه الناس اللي بتتكلم اللغتين دول اكتر بكتير من الالماني واللغات الاخرى. فاعتقد ان الانجليزي والفرنساوي والاسباني اهم ب3 لغات، ده من رايي. انت تختاري اللغه اللي انت حاسه ان هي هتفيدك في المستقبل، فان انت تتعلمي لغه جديده ده يعني ما تتعلمي لغه تقاوم امن مكرهم. فاي بلد انت حاطاها في دماغك ناويه تزوريها لازم تتعلمي اللغه بتاعتها وتبقي شاطره فيها وتقوي نفسك فيها. زي ما قلت لكم انا لغايه دلوقتي بقوي نفسي في الانجليزي بلس ان انا اساسا درست فرنساوي 2 سنين بس نسيته، بس محتاجه ان انا اراجع تاني عشان افتكر في الذاكره. فبدات ادي كورسات فرنش للمبتدئين اونلاين بحيث ان انا ارجع يعني افرفش الذاكره بتاعتي، بلس ان انا بدرس اسباني دلوقتي عشان انا عايشه في بلد عايشه حاليا في بلد بيكلموه بالاسباني وعدد السكان اللي بيتكلم اللغه الاسبانيه كبيره جدا. فاحنا الايام الجايه احنا انا وجوزي فول تايم ترافلر، فطبيعي ان احنا من ذكاء مننا ان احنا نتعلم لغه جديده. مميزات ان انت تتعلمي اللغه الجديده طبعا انتوا عارفينها ايه، ان انتوا بتحسوا ان انتوا مسيطرين على الوضع بتاعكم، مرتاحين في البلد اللي انتوا عايشين فيها، بتتيح لك فرصه كبيره جدا للشغل. يعني انا كنت اعرف ايام ما كنت في الكليه في بنات كتيره بتدرس يعني سواء بتتكلم الماني كويس جدا او انجليزي، كنت اعرف 2 اصحابي بيشتغلوا مثلا على سبيل المثال في فودافون يوكي او فودافون المانيا جيرماني، فكانوا بيشتغلوا اللي هي الكاستمر سيرفيس والكلام ده، فكانوا بيعملوا يعني فلوس حلوه. اي حد بيقدم على وظيفه عندك كذا لغه، لو انت بتعرفي لو انت بولي جلوت يعني بتتكلمي كذا لغه، يعني بولي يعني كسره، جلوت يعني اللسان، ده في التعريف الميديكال. فبنقول على الناس اللي بتتكلم كذا لغه بولي جلوت، بيتكلموا يعني ليهم كذا لسان، وده حلو حاجه جدا، ده بيزود من فرصك في العمل، بيزود من السالري بتاعك، بيديك ثقه في نفسك لما بتسافري وتلفي العالم. فطبعا لازم تبداي دلوقتي اول لغه تتعلميها هي الانجليزيه، بعد كده اي حاجه ثانيه اكسترا. وانا كنت شايف ان انا يا ريت لو كنت اتعلمت اسباني قبل الفرنساوي كان يعني كانت الدنيا اسهل بالنسبه لي دلوقتي، لان انا دلوقتي في بلد بتتكلم بالاسباني. تاني حاجه نون نيجوشيبل لازم تبداي تعمليها من في بدايه 2024 ان انت تتحركي. احنا بننام من 7 ل8 ساعات كل يوم، انت متخيله جسمك ده، وهننام كتير بعد كده وهنموت ومش عارفه. استمتعي بحياتك بالحركة، اتحركي كل يوم، لازم تعملي 10,000 خطوة يوميا، اتوشي وسط الطبيعة. ودايما بتكلم في الفيديوهات بتاعتي عن التمشية وسط الطبيعة وفوائدها للصحة والنفسية والعقل، ان انت تتمشي لوحدك وسط الطبيعة ان شاء الله حوالين بيتك يعني فاهمة. اعملي كل يوم على الاقل 10,000 خطوة، دي حاجة مفروغ منها، يعني ده بينمي قدراتك ومهاراتك وبيفتح من حبك للحياة وحبك لنفسك وثقتك بنفسك. ويعني اتحركوا. حتى يا جماعه انا في اليوم الريست داي بتاعي يوم الراحه اكتف داي، ما بعملش مثلا يوجا، ما بعملش، ما بروحش الجيم، او انا مش بروح الجيم، انا جايبه الويتس بتاعتي لان انا فول تايم ترافلر فما عنديش جيم، بس انا معايا الويتس في اي مكان ما بلف باخدها معايا، ومعايا عده اليوجا بتاعتي. ف
في موفمنت. حتى لو انا في اليوم الراحه بتاعي بعمل موفمنت، بتحرك بتحرك، عشان ده ليه تاثير، مش بس عشان يبقى جسمي شكله حلو وفت والكلام ده، لا ده بيأثر على مخي ونفسيتي. ولو حاسه بتوتر وقلق، وعادي حتى لو انا بسافر وحياتي قشطه وكل حاجه ماشيه معايا زي السكينه في الحلاوه، بس احنا بنات عندنا هرمونال تشينجز كل شهر بتحصل، فبنحس بانكزايتي. امبارح كنت حاسه بتوتر شويه، رحت اتمشيت 3 كيلو على الشاطئ الجميل ده. انت ربنا يقدرك تمشي حوالين البيت، اي جنينه قريبه منك خدي صاحبتك اتصلي بيها انزلي تمشي، ما عندكش اصحاب بيساعدوك ان انت تعملي اي اكتيفيتي في الحياه، حطي الهيدفون بتاعتك مع كتاب سمعي وانزلي تمشي، لان بجد يعني جربيها وادعي لي، لان انا التمشيه وسط الطبيعه خاصه لوحدي، يعني انا متجوزه اهو بس ما بحبش اخد ادي معايا عشان بيقعد يتكلم، انا بحب اقعد اسمع حاجات تفيدني وتنمي عقلي وتنمي من روحي. انا بسمع بودكاست كتير جدا اللي هي الكتب السمعيه، يعني انا لاحظت ان انا بركز اكتر في الكتب السمعيه من الكتب اللي هي القراءه، اللي انا اجيب كتاب بسرح شويه، انا شخصيتي كده. انت ممكن بتكوني بتحبي الكتب، بس برضو ما يمنعش ان انت تسمعي كتب سمعيه وتستفيدي بوقتك، فانت كده بتضربي عصفورين بحجر في وقت ما انت بتعملي الاكتيفيتي بتتحركي. لو انت مش عايزه تروحي جيم، مش عايزه، يعني خلي الحركه جزء من حياتك، من اللايف ستايل بتاعك. شويه يوجا كل يوم الصبح كده، يعني 10 دقايق، يعني خدي قاعده ال 10 دقايق النهارده، 10 دقايق يوجا، 10 دقايق هتمشى، 10 دقايق هقرا كتاب، 10 دقايق هصحى بدري، 10 دقايق هدرس لغه جديده. بجد هتحسي ان ال 10 دقايق بيخلصوا بسرعه، بس بتحسي ان انت مثلا لو انت عملتي 10 دقايق في خمس حاجات، يعني 50 دقيقه، انت متخيله 50 دقيقه انت استفدتي بيهم للماكسيمم، عملتي حاجه مفيده لعقلك وروحك ولنفسك ولكل حاجه. فدي تاني حاجه هنتكلم عليها. تالت عادة، وان انتي لازم تتعلمي تعملي كل حاجة لنفسك، عادة non negotiable for me، ان انا اتعلمت ازاي اطبخ من الصفر. عايزة اقول لكم يا جماعة على سر رهيب جدا، انا كانت مامتي دايما بتقولي انتي فاشلة، يعني انا عمري ما دخلت مطبخ في حياتي لغاية 26 سنة 27 سنة. ماما كانت مسيطره شويه في المطبخ، يعني ما بتحبش حد يدخل المطبخ، فكانت دايما تتهمني انت فاشله ما بتعرفيش تطبخي، جوزك هيطلقك، الكلام المصري اللي انتوا عارفينه. انا دلوقتي بعمل اكل، يعني انا ما اقدرش اقول لكم انا بعمل اكل مصري ولا اكل، انا بروح السوق اشيل، هنستنى لما العربيات تعدي خلاص، معلش عشان على الطريق هديكم برده تور كده في الاخر يا جماعه، فاصبروا معايا لاخر الفيديو. فكانت ماما دايما بتقولي انت محدش هيطيق، انت ما بتعرفيش تطبخي. لما بدات استقريت مع نفسي اول سنه دي كانت يعني كانت صعبه، لان كنت بعمل اكل طعمه وحش جدا، بس كنت باكله، يعني كنت بشتغل وبصرف على نفسي وبروح اشتري الخضار والفاكهه والكلام، فطبعا اكل يعني الفلوس اللي انا جايبه بيها الخضار والحاجات دي تعبانه فيها، فمش هرميها. كنت بعمل اكل شويه شويه، بس كنت بطبخ غلط برضو، كنت اي نعم ما كانش عندي ولا زيت ولا سكر. لو اتفرجتوا على الفيديو بتاعي ازاي بدات استقل بنفسي واعيش في حياتي، بعيش في حياتي لوحدي، جبت شقه وسكنت لوحدي، الفيديو ده هحط لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، ازاي استقلت بنفسي، ازاي اخدت القرار اصلا. فكانت اول سنه ليا دي ان انا اروح السوق واشتري طلبات البيت واطبخ وانضف، وكنت بقى ايه بحب اعمل كل حاجه فروم سكراتش، اللي انا يعني ما اروحش اجيب الملوخيه المفرزة الجاهزة، لا كنت بروح اجيبها من السوق واغسلها بصوديوم بيكربونات ومش عارف ايه واقطعها، وكان فرح يعني. كنت قلت بقى لا 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 لازم اتعلم الطبخ بقى، بكنت بعمل الحاجة دي لنفسي مش عشان تحدي لحد او عشان مامتي كانت بتقولي انت فاشلة ما بتعرفيش تطبخي، لا انا كنت بعمل ده عشان انا كنت عايزة اخس، وفعلا نزلت 20 كيلو بالنظام ده. بس كنت باكل كاربس كتير، كنت بعمل رز كتير، العيش كتير، انتوا عارفين يعني. فبس دلوقتي طبعا انا عندي المفاهيم بتاعه الاكل اختلفت تماما، بعرف اكل ازاي، ببقى فاهمه كل لقمه بحطها في بقي ايه هي المكونات بتاعه كل لقمه داخله بقي، ومش اي حاجه كده تدخل البق وخلاص يا جماعه، وبرده مش اي حاجه كده تطلع من اللسان يا جماعه، لازم كل حاجه كده نبقى ايه، لازم نبقى يعني ناس ذكيه بنعرف نتعامل بذكاء، سواء بكلامنا سواء باكلنا سواء باللايف ستايل بتاعنا. عيشي حياتك ببساطة، عيشي حياتك على أبسط التكنيكس، بس التكنيكس دي هي اللي هتخليكي إنسانة ذكية وتساعدك وتنجحي في حياتك، سواء في حياتك الشغل أو في العاطفية أو علاقاتك مع الناس اللي حواليك، في السفر، في الطبخ، في بيتك، في أي وجه من أوجه حياتك، نواحي الحياة، مجالات الحياة بصفة عامة. أنت محتاجة أن أنت تمستري كل حاجة بشويش، عارفة كده الطبخة اللي أنت بتطبخيها على نار هاديه بتطلع احلى طبخه، فكل حاجه انت بتعمليها في حياتك
اطبخيها بشويش، اتعلميها بشويش، ما تقوليش انا عايزه كده تنطي وتقولي انا عايزه اخس 50 كيلو، الكلام ده مش هيحصل، هتيأسي بسرعه وترجعي تندمي. فتعملي ايه؟ تقولي مثلا انا عايزه الاسبوع ده انزل 100 كيلو، سوري 100 جرام، سوري 100 كيلو تو ماتش، 100 جرام. انا الاسبوع ده عايزه اتعلم 20 25 لغه، كلمه في اللغه جديده الاسبوع ده عايزه. فهتحسي ان الدنيا الجولز بتاعتك الكبيره اللي انت نفسك فيها مش ودايما باصه على النهايه بتاعتها، قسميها قطع صغيره عشان تقدري تحسي ان انت بتقدري تعملي كل حاجه. فتتعلمي تطبخي لنفسك بنفسك، ومش الاكل وبس، كل حاجه. يعني في واحده صاحبتي كده قالت لي ايام الكليه حاجه حلوه قوي، احنا عارفين ان احنا اول ما نبدا نبلغ نطلع سن البلوغ مش عارف ايه، بنعمل بقى البادي كير ونشيل ونحط وحاجات كده. قالت لي لا، لازم تتعلمي تعملي كل حاجه لنفسك، السشوار اتعلمي تعمليه لنفسك، البادي كير اعملي، انت عارفين انا قصدي ايه، اعمليه بنفسك، الميك اب اتعلمي تحطي ميك اب خفيف، اتعلمي تعملي روتينك، مش لازم تروحي الكوافير عشان تعمل لك دول وتسرح لك شعرك وبيعملوا بلاوي، تمام؟ اتعلمي انت تعملي كل حاجة لنفسك، ما تحتاجيش لحد يعمل لك اي حاجة. رابع بتاعك لازم تكون الموفمنت والفيتنس، ده جزء من حياتك مش حاجة اوبشنال. للاسف الفيتنس والاهتمام بالرياضه وروح بالجيم والكلام ده يمكن السوشيال ميديا كلكعتها وجعلظتها كده في نفسها، ان انت لازم تبقي بنت معضله ولكي بوتي كبيره ومش عارف ايه وسط صغير. لا، انت بتعملي موفمنت وفيتنس بس عشان حالتك النفسيه، عشان تبقي انسانه صحيه تعيشي بكواليتي حياه حلوه. انا ما يهمنيش الكوانتيتي، انا اهم حاجه عندي الكواليتي، ويبقى يعني ما بحبش يكون عندي حاجات كتير، انا حاجه واحده بس تعمل لي كذا غرض. فان احنا نعيش حياتنا بكواليتي عالي ده اهم من احنا بالكوانتيتي. فان زي ما قلت لكم ان انتوا تتحركوا وتتمشوا، وحتى في الريست داي ان انتوا تتحركوا، روحي الشغل رايح جاي ماشي، روحي تجيبي طلبات البيت ماشي وشيليها واطلعي السلم ويت، تمام؟ فرابع حاجه ان نام بشكل كويس. انا كل فتره والتانيه بنحب نروح نزور كده، احنا قاعدين في كامب، وايلد كامب على فكره، ما فيهوش اي حاجه، وايلد كامب يعني كامب على البحر، يعني شط ما فيهوش اي خدمات. لما بنروح بنسوق العربيه نروح نجيب شويه اكل ومش عارف ايه، وبرده باكل وانا في الكامب، باكل بوعي، مش بروح اجيب كده اي حاجات، يعني جايبه اكل صحي على قد ما اقدر. وفي حد راجل هنا بيجي على البحر كل يوم يبع لنا بقى اسماك فريش، انتوا متخيلين سمك فريش فريش، يا دوبك بس بشويه زبدة على الجريل وخلاص وشكرا، مش بنطبخ بقى بالساعتين ثلاثة، لان الاكل اللي بيطهى على البوتاجاز ساعتين ثلاثة ده مش صحي. احسن حاجة الحاجة اللي هي بتبقى فريش وهاف كوكد كده، طبعا تبقى كوكد ويل يعني، وهاف كوكد وتاكليها كده بالصحة وعلى قلب. نرجع تاني لرابع حاجة، النوم لازم ننام كويس. فالميزة هنا ان لما بترجعي وسط الطبيعة، هنستنى برضو لما العربية تعدي عشان تسمعوني كويس، ميزه هنا لما بتنامي او سوري لما بتروحي وسط الطبيعه حالتك النفسيه بترتاح، بتهدي، بتبعدي عن توترات الحياه بصفه عامه. انا اكتشفت لما ببعد عن الوركينج اريا بتاعتي بحس ان انا يعني ليستم بي، يعني بسيب كل حاجه بقى خلاص بستسلم، فبنام كويس باكل كويس، نفسيتي بتكون اريح، فانا بنام هنا احسن بكتير من يعني من المكان اللي انا ببقى عايشه فيه مثلا، لان انا طبعا في كل اسبوعين ثلاثه بروح مكان جديد. فالنوم مهم جدا، فلو انت بتعاني من مشكله الارق والتوتر وما عندكيش وقت ان انت تسافري او تروحي مكان، انصحك تعملي اليوجا نيدرا. اليوجا نيدرا هي اليوجيك سليب، اللي انت بتنامي صاحيه. يعني ايه بنام؟ عارفين القيلوله؟ هي القيلوله، اليوجا نيدرا هي القيلوله، ان على الساعه 1 12 ونص، 1 ماكسيمم 2 مش بعد 2، تروحي على الكنبه كده تحطي هيدفون تسمعي ويفز معينه، اكتبي على اليوتيوب يوجا نيدرا، تحطي الهيدفون وتغمضي عينيكي. في اليوجا نيدرا ده بقى بيحصل ماجيك. اولا بتساعد عضله القلب كويس جدا،
بتديكي لو انت من الاشخاص اللي بتصحي بدري هتديكي بوش ان انت تكملي مدار اليوم على بقيه اليوم بطاقه وحيويه كانك لسه صاحيه من النوم. انت ما بتناميش، انت بتبقي نص نايمه، ويفضل ان انت اصلا ما تناميش يعني ما تسحبيش في النوم. هم 20 دقيقه 30 دقيقه ماكسيمم وقومي تمام. وفي ناس بيعملوا ايه بقى؟ زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات، ينصح ان انت ما تاخديش القهوه بتاعتك اول ما تصحي من النوم، اخريها ساعتين ثلاثه كده فيما بعد. فانا بعمل ايه بقى؟ باجي على الساعه، يعني انا بصحى الصبح بدري على 5:30 6 على حسب، بشرب لا اما ماتا لا اما ماتشا اللي هو الشاي الاخضر. باجي بقى القهوه بتاعتي اخدها على الساعه كام؟ على الساعه 12 تمام. ببقى عملت كذا حاجه الست ساعات بتوع الصبح دول، بيبقى فيهم بركه عظيمه جدا، بعمل فيهم حاجات كتير. فباجي بقى ايه، ببقى بحس ان انا تعبت، خاصه بقى ان انا بدرس يوجا اونلاين وبدرب نفسي يوجا وبعمل حاجات، فجسمي بيبقى ارهق وتعب، وعايزه اخد كده ايه 20 دقيقه يوجا ندرة عشان ايه يعني اشحن جسمي، كاني كده بتشحني الموبايل بتاعك عشان يكمل معاكي على مدار اليوم. فانا عندي حاجات تانية تاسكات عايزه اعملها، الشغل بقى بتاعي على السوشيال ميديا ذات نفسه. فاقوم جايه على الساعه 12 واخده القهوه بتاعتي وادخل على اليوجا ندرة. ليه؟ لان تاثير القهوه بيبان او بيحصل بعد ما بتشربي القهوه ب 20 دقيقه مثلا. فالاحسن ان انت تاخدي القهوه تعملي يوجا ندرة، هتلاقيكي صحيتي مع اليوجا ندرة. ما بتخلصي بقى تسمعي الويفز دي، تعملي 20 دقيقه 30 دقيقه، بحيث ان هي اول ما الويفز تقف انت تصحي بشكل طبيعي. فالقهوه كمان عملت مفعولها، فتبقي يعني بيقولوا ايه 24 حصان عندك قوه كده خارقه ان انت تصحي وتكملي بقيه اليوم بقى بطاقه وحيويه وايه، وتتنططي وتعملي كل اللي نفسك فيه. فجربي اليوجا ندرة، وهكتب لكم طبعا الفوائد بتاعتها على السكرين عشان ايه ما اطولش عليكم وانتوا تقروها وتفهموها اسرع. خامس حاجه نان نيجوشيبل بالنسبه لي، اول حاجه ان انا لازم اعتني بنفسي، احب نفسي، يعني اعمل سيلف كير روتين خاص بيا على مدار اليوم كده. اعملي 3 زون تصحي من النوم، نص اليوم اخر اليوم عنايه بنفسك، تعملي ريتشوالز بتاعت كلمه ريتشوالز مين الطقوس، يكون عندك طقوس خاصه بيكي واللي حواليك عارف ان انت عندك الطقوس دي، محدش يخترقها. اول ما بتصحي الصبح بتصحي بدري، انا من الاشخاص اللي كنت اول ما بصحى الصبح بحس بشويه انكزايتي وليه الدنيا برد والدنيا ضلمه، خاصه ان انا بسافر. ممكن انت الشروق عندك بيحصل 5:30، انا الشروق عندي بيحصل مثلا على الساعه 7، وانا بحب اصحى 5:30 عشان امسك اليوم كده من اوله. عارفين كلمه امسك اليوم من اوله؟ انا بحب امسك اليوم من اوله كده، فبصحى شويه اللي هو الدنيا ضلمه بس انا عايزه اصحى بدري. فاعمل ايه بقى؟ اعمل حاجات بحبها اول ما بصحى من النوم، اغسل اسناني، اعمل التانك سكرابنج، اعمل بجيب صبار. يعني في ناس بقى مش عايزين الحاجات الفانسي، عايزين حاجات بسيطه كده في حياتنا ما تبقاش غاليه بس نستمتع بحياتنا ونعمل روتين على قد ايدينا. بجيب ايه؟ بجيب الصبار عادي تمام، اقطعه نصين في اي حته من الشارع، اي صبار عندك حواليكي اقطعي كذا ارم من الكاكتس وافتحيه نصين وحطيه في الفريزر. كل يوم الصبح امسكي حته ومشيه على وشك، شكرا عملتي مساج. والصبار فيه خصائص انتي انفلاماتوري حلوه جدا، خاصة الناس اللي عندهم اكني زيي، انا مع السفر بشرتي بتتبهدل، حتى لو انا عامله لها البدع بشرتي بتتبهدل. فخلاص يعني بعمل اللي عليا، بحط السان سكرين واحط المسترايزر واشرب ميه كتير وباكل اكل صحي، بس يا خلاص خلينا كده نداريها من الشمس. المهم زي ما قلت لكم نعمل روتين. فكنت اعمل بقى ايه؟ احط شموع، احط السيج، احرق سيج، ابدا كده بستريتشات يوجا نونو كده خفيف ادلك جسمي، يعني امسج جسمي. جسمك بقاله 7-8 ساعات نايم ستيبل مش بيتحرك، فانت لازم تحركي شمال ويمين كده تفوقي جسمك بشويش. مش نصحى من النوم نشرب قهوه زي ما قلنا، لا نشرب مثلا ميه بليمون دافيه، ما تحطيش ميه مغليه الصبح عشان الليمون ما يفقدش خصائصه. يا سلام بقى لو شويه عسل، لو انت مثلا ما بتعمليش انترميتنت فاستنج، يعني انا قريت ان العسل الطبيعي الصحي اللي هو مش مغشوش اكتر حاجه شبه الدم بتاعنا، فحلوه قوي ان انت تبداي يومك اعملي كده، جيبي كوبايه ميه دافيه مع ليمون مع كركم مع شويه فلفل اسود مع خل التفاح مع شويه
عسل طبيعي، اعملي كده ميكس شوت كده. الشوت ده يا جماعه بيتباع في السوبر ماركتات دلوقتي غالي جدا. طب ما تعمليه في البيت يا حبيبتي مركز كده يعني اعملي ايه بقى؟ جيبي الميكس اللي انا قلت لك عليه ده، وجيبي قوالب اللي هي بتاعه الايس، وبعد ما تعملي الميكس بس ركزيه خليه مركز قوي قوي، حطيه في الايس تمام، اللي هي المولد اللي هي بتاعه الايس اللي احنا بنعمل فيها بنحط فيها التلج. وكل يوم اصحي خدي كوبايه كده كيوب من الايس ده بيبقى فيه كل حاجه ميكس، وحطيها في كوبايه وصبي عليه ميه سخنه هيدوب، وتشربي بقى الحاجه اللي انت ايه بدل ما انت كل يوم تعمليها وتزهقي. فاحنا قلنا هنعمل حاجات سهله بسيطه روتين، يعني يخلي الحاجات نعمله بسهوله من غير تكلفه كتير، بساطه تمام. ان انت بتخصصي وقت لنفسك للعنايه بنفسك كبنت، ده بيديك برضو ثقه بنفسك كبيره جدا، بيحببك في نفسك، ودي اكتر حاجه يعني انا مسميها سيلف كير روتين او ريتشوالز، طقوس حب النفس. شوفي اكتبي، جيبي ورقه وقلم واكتبي ايه الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها، وتاكدي ان انت تعمليها. يعني مثلا انا بحب الرسم قوي، بس مع زحمه الحياه بنسى ان انا ارسم، فقلت خلاص عشان ما احسش بالستريس اعمله مره على الاقل في الاسبوع تمام. شوفي انت بتحبي، اكتبي ايه الحاجات اللي انت بتحبيها، اكتبيها دلوقتي، جيبي ورقه وقلم وانا بكلمك دلوقتي، اكتبي ايه الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها، وايه الحاجات اللي انت بتضايقك وما بتحبيهاش تمام. هتلاقيك سبحان الله انت كده عقلك بيفنط، يعني الحاجات دي بتضايقني انا مش عايزه اعملها عشان انا بحب نفسي تمام، وده من ضمن الطقوس بتاعتي. تيجي على نص اليوم النهار كده تعملي برضو الريتشوال بتاعك اللي هو اعمل يوجا ندرا واشرب القهوه بتاعتي امزمز فيها، بعد ما اصحى كده من اليوجا ندرا اقعد كده مع نفسي اكتب، اعمل جورنالينج مثلا لو انا ما عملتش الصبح، او ممكن اعمل جورنالينج بالليل قبل ما انام. ميزه كمان ان انت تعملي جورنالينج قبل ما تنامي، ان دايما بيقولوا اي حاجه بتفكري فيها قبل ما تنامي واول حاجه بتفكري فيها اول ما تصحي من النوم دي بتتحقق. ليه؟ لان عقلك ما بيفرقش، مش عايزين نقول ما بيفهمش، ما بيفرقش ما بين الخيال والواقع. لما بتتخيلي حاجه عقلك بيبرمج جسمك وكل حياتك عشان تجاه الهدف ده. فدايما خلي الحاجات اللي انت بتتمنيها ونفسك تحققيها اكتبيها اول ما تصحي من النوم وقبل ما تنامي، وعادي في نص اليوم مفيش مشكله. فلازم نحب نفسنا، لازم نهتم بنفسنا، نعمل سمري ونلخص حلقه النهارده. اول حاجه اللي احنا نتعلم لغه جديده، اللغه الجديده دي هتظبط وضعنا في المجتمع سواء في الشغل سواء في الناس اللي احنا بنتعرف عليهم، تقدري تعملي صداقات ومعارف حول العالم، تقدري تسافري بثقه، السالري بتاعك هيكبر. تاني حاجه ان احنا موفمنت، دايما الحركه بركه، لازم نتحرك ونحرك جسمنا على الاقل من 7000 خطوه ل 10000 خطوه كل يوم. مش بقول لكم روحوا شلق حديد والكلام ده، اعملوا استرتشات يوجا، اتمشوا كل يوم. وانا دلوقتي بدرب يوجا اونلاين، لو حابه تحجزي معايا ابعتي لي مسج على الانستجرام ونحجز وقت مع بعض ادربك يوجا خاصه بيكي على حسب طبيعه حياتك. تالت حاجة احنا نتعلم كل حاجة، مش الطبخ وبس، نتعلم كل حاجة نعملها نفسنا، ما نستناش حد يعمل لنا حاجة. اتعلمي تعملي شعرك، اتعلمي تهتمي بنفسك، اتعلمي تطبخي لنفسك، لان انت بتستثمري في نفسك على المدى الطويل. رابع حاجة اتكلمنا عنها اليوجا ندرا واهمية اليوجا ندرا، ان احنا ناخد قيلولة، انتوا فاكرينها حاجة بسيطة بس جربوها وادعولي. وخامس حاجة اتكلمنا عنها السيلف كير روتين والريتشوال الأنوثية، اللي احنا نهتم بالطاقة الأنوثية بتاعتنا. أنا ولا فلحة في عربي ولا إنجليزي ولا فرنساوي ولا أسباني، بهزر. فإن احنا نهتم بالطاقة الأنوثية بتاعتنا بشكل مستمر وناخد بالنا من، ما تنسيش كل فترة والتانية كده تلبسي حتة كده أنوثية تحسي إن أنت مكسوفة وأنت لابساها، ده طبيعي، ده معنى كده إن أنت كسرتي حاجز، أنت بقالك فترة ما اهتميتيش بالروح الأنوثية جواكي. فالبسي هاي هيلز، البسي فستان بتحبيه وروحي اسهري، مش بشكل متكرر، يعني ده مش بقول لك تعمليه كل يوم، بره كل فين وفين. اعملي روتين على مدار اليوم، واللي حواليك يكون عارف ان ده وقتك الخاص، ما يحترم الوقت ده، سواء انت سنجل او عايشه في بيت اسره او مخطوبه او متجوزه، وبالذات لو متجوزه لازم يبقى في وقت خاص بيكي كده على مدار اليوم بتاعك، ما حدش ينط في حياتك، حتى لو عندك اولاد حد، ده ماما دلوقتي او اختي دلوقتي او صاحبتي دلوقتي او خطيبتي دلوقتي عندها بتاع 30 دقيقه بتوعها، لازم اللي حواليك يحترم بالوقت ده.
ده فيديو النهارده، اتمنى يكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيو. واحده جت بتبيع لي كاماروني، كاماروني يعني شم. نو جراسياس، شفتوا جراسياس دي بتبيع جمبري. كاماروني كاماروني، احنا كنا امبارح والنهارده كاماروني، لما خلاص يعني كنا كيلو امبارح وكيلو النهارده. ليه بقى؟ لان قليل في قليل في الكالوريز وعالي في البروتين، فانا بحاول اركز على البروتين. المهم اهتمي بنفسك، حبي نفسك، وما تنسيش تتابعيني عشان دايما انا الشخصيه اللي في حياتك اللي هتحببك في نفسك وهتساعدك ان انت تحققي نفسك وتطوري نفسك وتطلعي لفوق، لان انا جيت من تحت 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 قوي واشتغلت على نفسي كتير قوي، فانا حابه اختصر عليك الطريق عشان تطلعي لفوق وتحققي نفسك، واقول لك ان كل حاجه ممكنه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا كنت جايه من المستحيل ودلوقتي عايشه لايف ستايل انا ما كنتش متخيله ان انا اوصل له. لو حابه تحجزي معايا فيديو كول ابعتي لي على الانستجرام، نرتب وقت مع بعض، ارتب لك كل حياتك واعلمك كل استراتيجيات السفر بميزانيه بسيطه. ونسيت اقول لكم ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتعملوا لي فولو وتتابعوا الاستوريهات بتاعتي في السفر المجنون، لان انا مجنونه ودايما بنزل لكم ستوريز سواء عن اللايف ستايل بتاعي، سواء بعمل يوجا، سواء وانا باكل اكل صحي، سواء وانا بزور اماكن جديده. وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان اي فيديو جديد ينزل يوصلكوا اول باول، لان انا صاحبتكم يور بيست فريند على اليوتيوب. واشوفكم في الفيديو ده.